عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف أن التربة والمقبرة الدحداح مشهورة، وفيها نعم أولياء، وفيها علماء، وفيها مجاهدون، وفيها شهداء. تربة مشهورة في دمشق، كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة. كان فيها رجل يعمل حفار، يعني بينزل الأموات على القبر. جاءت في يوم من الأيام امرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا. حفر القبر، وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس، يعني بضعة رجال. أنزلت الجنازة إلى الأرض، وفتح صندوق الجنازة، وحمل الميت ودلي في القبر، وكان الحفار في القبر، تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر. في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة. أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة، وإنما قصة واقعية. أغمي على الرجل لما رأى، ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهب به. أغمي على الحفار، فاللي حول القبر ما رأوا ما رأى، هو الذي رأى فقط هو الذي رأى. رشوا عليه ماء وسحبوا وطالعوا من القبر. كانت المرأة مضت، ما لك؟ قال والله رأيت عجبا، رأيت كذا كذا كذا. سبحان الله، قالوا لعلها دواهم، لعل كذا، وتركوا. مضت شهور، جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر. حفر القبر، جاء الميت حمله ووضعه في القبر، ففتح له روضة من رياض الجنة، وجاء ملكان أخذاه منه، لكنه تجلد، ما أغمي عليه، وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرأة. تعالي، من أنت؟ ومن أين؟ من أي مكان جئت؟ قل له يا رجل سيدني بمصيبتي. شو مصيبتي؟ قال هذا ولدي أصبت به، وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر. قال أنت صاحبة الرجل الأول؟ قالت نعم. ما لك؟ لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا، الأول لما وضعته فتح روضة من رياض الجنة، والثاني كذلك. ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عاملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة؟ قالت له أما الأول فكان طالب علم، وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم، فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة. هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب، ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة، الجامع الذي نعيش نحن فيه. وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجد. كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني، جد الشيخ سعيد البرهاني والدي، جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم. قال له خير، أنت عمرك الآن 45-50 سنة، نسيت حياتك كلها ما قرأت العلم، الآن بدك تتعلم العلم؟ لماذا؟ قال لأنه صار معي كذا كذا كذا. قال له خلاص اتكل على الله
ويلا ابدأ في طلب العلم، جيب الأجرومية، كانوا يتعلموا الأجرومية ويحفظوها ويتحفظوا متون وكذا، وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء. الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق، وأسرته من بعده كلهم طلاب علم، وآخرهم الشيخ عبد الرزاق الحفار من كبار علماء دمشق. هذه القصة أنقلها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه.